هذا هو موضوع الأساسي في الحلقة. ممكن نعرض السلايد هذه حقت الروتين اليومي. طبعا حتلاقي الروتين اليومي كثير، مين حيقدر يصلح غسول وتونر ومدروش، هذه ليست لكل الإنسان، لازم يمر على هذه المراحل كلها. وبعض نوعية البشرة ما تنفع الواحد يصير يأخذها كلها، حنناقشها بالتفصيل. بمعنى نجي للبشرة العادية، أهم شيء عندي حاجتين البشرة العادية، غسول عادي يعني ما هو قوي، الشيء الثاني واقي شمس بكل بساطة، فبالتالي ما يحتاج تونر، سيرم، كريم عيون، مرطب. إذا كان بشرتي عادية بساطة شديدة جدا، بس غسول وجه واقي شمس فقط. جميل. يعني ما يحتاج أدخل في حندخلها شوية شوية، إحنا الحين نتكلم بكل بساطة خطوة خطوة عشان ما نضيع. جميل. بشرتي عادية إيش هستخدم يا دكتور؟ هستخدم الغسول واقي شمس بس، يكفي، ما يحتاج تونر. التونر شيء ثاني، وفي الليل مثلا مزيل المكياج إذا فيه ميكب، وبعدين صلح غسول للوجه فقط. حنتكلم بعد شوية هذه البشرة العادية. جميل. واضح؟ طيب نيجي نتكلم على البشرة الدهنية. البشرة الدهنية يكون فيها دهون كثير، فبالتالي الغسول يعني الآن كل المنتجات تجي تلاقي فور أويل سكن للبشرة الدهنية، فبالتالي خلاص أنا أعرف. أي لا تسألني عن الشركات، أنا ما أنا مسؤول بالشركات، لكن مكتوبة يعني جزاهم الله خير كل الشركات والنعم فيهم مكتوب أويل سكن، فأنا بشرتي دهنية. احنا تكلمنا بالتفصيل إيش نوع البشرة، فهذا رقم واحد. إذا أنا بشرتي دهنية أستخدم غسول مخصص للبشرة الدهنية. البشرة الدهنية بعد كده التونر يفيد في البشرة الدهنية بحيث المسام تقلل. جميل. لكن ليست أساسي، فالأساسي الغسول، غسول الوجه، غسول الوجه. طيب هل كريم مرطب أستخدمه للبشرة الدهنية؟ أكبر غلط. ليش؟ لأن أساسا بشرتي دهنية وأحط مرطب غلط. الكريم المرطب هذا حاطينه لمين؟ للبشرة الجافة. احنا حاطين هذه لان مثلا اعطيك كمثال، قبل يومين كان عندي مريضه عندها حب شباب وطبعا بشرتها دهنيه، راحت للصيدلي كتبت غسول بشره دهنيه، طبعا حافظين هذا اللستة كلها، فقال لها الدكتور الصيدلي محترمي قال لها ارجع للدكتور عشان يكتب لك مرطب. طيب وين مرطب يا طويل العمر؟ اساسا عندها بشرتها تقطر دهون، يعني بعد الغسول حق اللي ينشف بعد ساعتين حيصير عندها ايش؟ دهون. بالتالي لما تحط مرطب ايش مشكله المرطب مع البشره الدهنيه؟ حيقفل المسامات. اذا قفل المسامات ايش حيصلح؟ حيصلح لحب شباب ثاني. لذلك واحده من المشاكل، واحده من الرسائل اللي انا يعني مهمه جدا بالنسبه لي اليوم، يا جماعه الخير لازم تعرف ايش نوعيه البشره. ما هو كل واحد يلا استخدم المرطب كذا، ولا الأسوأ والاسف الشديد ان بعض الناس يجيبون مرطب حق اليدين حط الوجه. وبالتالي لذلك واحده مثلا من الحالات جاتني واحده عندها حب شباب، قلت لها ايش استخدمت؟ قالت لي مرطب. اعرف المرطب هذا ثقيل بدون ذكر شركات، فما حطيت علاجات، قلت لها بس غسول ووقفي الايش المرطب حق هذا الثقيل وتعالي بعد اسبوعين كمراجعه. جاتني بعد اسبوعين ما شاء الله بشرتها لا تحتاج لا ندخل روكوتان ولا ندخل مدري ايش ولا شيء، بس مجرد كيف نعرف نوعيه البشره وايش نستخدم. نكمل الحين للبشره الدهنيه لان ما خلصنا، غسول التونر ووقي الشمس، هذه ثلاث اشياء. اوكي. جميل. واضح. في الليل مزيل غسول الوجه فقط. فقط ممكن الأشياء الثانية حنتكلم فيها بعدين. مرطب الليلي ما نبغى نستخدم ترطيب للبشرة الإيش؟ الدهنية. الدهنية نيجي نتكلم المختلطة، طبعا نتكلم على البشرة الجافة حيكون الغسول واقي الشمس، بس حنزيد مع المرطب مهم جدا للبشرة الجافة. طبعا مرطب الوجه يكون فيه ما هو الكريم اللي نستخدمه لليدين، ليه؟ لأنه حيقفل المسام وكذا، فنستخدم مرطب للوجه. فهذه كيف طريقة استخدام للبشرة الجافة. البشرة الجافة برضو مزيل ميكب إذا مثلا للسيدات، غسول الوجه، ونستخدم كريم المرطب الليلي. في استخدام الكريم المرطب في فترة النهار هل يستخدم مباشرة بعد وضع واقي الشمس ولا يكون بينهم؟ لا، هو إذا كان ممكن نستخدم، دائما أنا أستخدم كريم واقي الشمس كمرطب. إذا صار في نص اليوم مثلا البشرة جافة قشور استخدم المرطب، لكن دائما أنا أفضل استخدام كريم واقي الشمس وهو يستخدم كمرطب، لأنه هو في الأساس هو ككريم أو لوشن وخاص للوجه
فبالتالي لطيف جدا. دائما انا ما افضل اكتب حاجات كثيره، يعني فعلا واحده من المشاكل حق الكريمات والاشياء والغسول والعنايه يعني تثقل كاهل الاسر، تجي تلاقي الاب يروح كده ويخرج من العياده بكيسين كلها تونر وكريم و و و و. فبالتالي مهم جدا زي ما نرجع نعرف ايش نوعيه بشرتنا، كيف طريقه استخدامها، متى نستخدمها.